عارفه ان انتي اغلى حاجه عندي في حياتي. ايه ده؟ يا نهار اسود، دي مولعه نار. حبيبتي يا بنتي، اصحي يا هان، فوقي من نومة اهل الكهف اللي انت نايماها دي. ايه يا هشام، في حد يصحي حد كده؟ بنتك حرارتها فوق الـ40 ومولعه نار وانت نايمه على ودانك. 40 ازاي يعني؟ انت مولعه نار والله دلوقتي؟ بس حسيت انها مولعه نار. مفيش، هي كانت دافيه شويه بس انا ما تخيلتش انها توصل للدرجه دي. اديتيها دواء؟ لا، انا قلت اكيد لما تنام هتقوم كويسه. هتبقى كويسه ازاي؟ هتبقى كويسه ازاي وانت امها؟ صبرني يا رب. اتفضلي اديها دواء عبال ما اروح اجيب لها دكتور، جاتك القرف. مش مستاهله دكتور يعني، تاخد الدواء دلوقتي هتبقى كويسه ان شاء الله. لا لازم، واخده بالك؟ عشان لازم نعرف سبب الحراره، مش هنفضل ندي في مسكنات زي حياتي معاكي. يا رب. ايه ده يا عم امين؟ من ساعة ما رجعت من الزيارة وانت على الحال ده؟ ما تقلقش، ربنا يطمنك على ابنك يا عم امين ان شاء الله. الواد باين انه راح. راح ومش راجع تاني. ما كنتش عارف ان غلطة زي دي ممكن تهد كل اللي بنيته. غلطة ايه؟ الوقت بس عرفت ان غلطه صغيره ممكن تعمل بلاوي كبيره. انت بتقول ايه؟ ما هو المسمار لما يقع الحدوه لازم تقع. حدوه؟ حدوه ايه؟ الحدوه لو وقعت الحصان يقع والفارس اللي عليك كمان يقع ويضيع. لا اله الا الله، انا مش هقدر اخرج كده. نفس عم امين، نفس ايه؟ مالك عم امين؟ الحقونا يا جدعان. هتصل حنفي، شوفوا لنا دكتور. الحقونا يا جدعان، عم امين هيروح مننا يا جدعان. عم امين، عم امين، عم امين، الحقونا يا جدعان. متشكرين يا دكتور، تعبناك معانا. لا العفو، انا تحت امرك، بس لازم الكرسي يتاخد بالكامل زي ما انا كاتب في الروشته عشان الاحتقان والحراره يروح. حاضر، انا هبعت اجيب الدواء دلوقتي. تحت امرك. السلام عليكم. ألف سلامة. مستهترة مستهترة، أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه يا رب؟ أدم أخباره إيه؟ طمني. الحمد لله. عارف يا كريم، اول ما سمعت خبر مطاردته في الاخبار قلبي وقع في رجلي وخفت لا يكون قبضوا عليه. ربنا ستر عليه. انا ما كنتش عارفه انك كده. كده ازاي يعني؟ يعني كنت فاكراك مستهتر ومش قد تحمل اي مسؤوليه. وايه يعني اللي خليكي تغيري رايك فيا في لحظه كده؟ موقفك مع ادم رغم ان ده ممكن يكون خطر عليك، بس عرفني ان انت صاحب صاحبك، وان يعني الاستهتار ده مش سمه متاصله فيك. هي يعني كلامك ده اسعدني وخلاني مبسوط. طيب الحمد لله انه اسعدك. ايه ايه بقى على فين؟
عندي اجتماع مهم. مع مين؟ جمعية كلنا ايد واحدة السياسية، ما انا امينة الصندوق فيها. والله كلكم ايد واحدة؟ ويا ترى بقى بتعملوا ايه بقى بالايد الواحدة دي؟ بنعمل اللي مسكوت عليه ولازم يتعمل. يلا سلام. مجنونة قوي بس لذيذة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. هايدي عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة الحمد لله، جيت لها الدواء ودخلت تنام شوية. ربنا يشفيها ويحميها يا رب. مالك يا حبيبي شكلك تعبان؟ مفيش، شوية مشاكل في الشغل مش أكتر. طب أحضر لك الغدا؟ معقولة؟ منال هانم بجلالة قدرها عملت غدا؟ حرام عليك بقى، انت ظالمني قوي، مش للدرجات دي يعني. انت اللي ظالمه نفسك لما بتهمليني وبتهملي بيتك وبنتك. حبيبي انت مش ملاحظ ان احنا بقالنا كتير بنتخانق مع بعض؟ ويا ترى بقى مين فينا السبب، انا ولا انت؟ احنا الاثنين. انا انا كفايه عليا مشاكل الشغل وقرفه، يعني انا اكتر واحد في الدنيا دي محتاج للهدوء والراحه في البيت، يعني مستحيل اعمل اي مشاكل. يعني برضو عايز ترجفني الغلط لوحدي؟ عشان انتي غلطانه ولازم تعرفي غلطك وتعترفي بيه عشان تعرفي تصلحيه. طب واصلحه ازاي يعني وانت كل حاجه شايفني بعملها غلط؟ وبعدين عمرك ما قدرتني. قدرتك كتير، قدرتك كتير قوي، وديتك اكتر من حقك، بس للاسف لما دلعتك اتمرعتي عليا. يعني مفيش فايدة هشام برضو عايز تتخانق؟ بالعكس، أنا نفسي نكون كويسين مع بعض بس بشروط. وإيه بقى إن شاء الله الشروط؟ تهتمي بيا وببيتك وببنتك وتنسي أي حاجة تانية، فاهمة يا حبيبتي؟ آه يعني عايزني خدامة ليك ولبنتك وحياتي الخاصة تولع بجاز مش كده؟ أنا عاوزك زوجة وأم وست بيت، وحياتك الخاصة اللي انت بتتكلمي عليها دي المفروض انها تدور في نطاق الأسرة بتاعتنا، مش براها مع أصحابك والنادي والباديكير والمانيكير والحاجات الكتير دي. هشام انت ما كنتش كده أول الجواز. أول الجواز كنا عرسان جداد، كنت بضغط على نفسي قوي وبستحمل وباجي على نفسي علشان خاطر أرضيكي، لكن دلوقتي بقينا أسرة عندنا طفلة صغيرة، مش هسمح لك انك تفرطي في حقوقها. انت فاهمه ولا لا؟ حاضر فاهمه. خلاص خلاص انت بس ادخل غير هدومك عقبال ما احضر لك الغدا. ايوه كده كده احبك وانت عارفه اللي عليكي وبتعملي. شاطره. سيبك انت عايشه تكئب.